مثل ما تابعنا فرح جهود مستمرة بكافة المحافظات اللي نشبت فيها حرائق من أيام، وطبعا صار معنا الدكتور توفيق إسماعيل حسابة مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، صار معنا الاتصال جاهز وهن حاليا متواجدين بمحافظة اللاذقية مثل ما ذكرنا. يسعد صباحك دكتور توفيق. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور توفيق، والحمد لله على سلامتك. دكتور خلينا نحكي أول شيء بالتفصيل عن جاهزية المراكز الطبية في اللاذقية وتخبرنا عن واقع الحال هناك. حاليا نحن جهودنا متمركزة بالمحافظات الأربعة، حمص، حما، طرطوس واللاذقية. سواء على مستوى سيارات الإسعاف وتوزعها بمناطق انتشار الحرائق. طبعا السيارات حتكون قريبة من هذه المناطق وليست بنفس المناطق تماما، وهذا من عوامل الأمان اللي بتم اتخاذها، إضافة لاستنفار المراكز الصحية لاستقبال الحالات. وبالمناسبة هي حالات لغاية الآن أعدادها محدودة وتقتصر فقط على حالات الاستنشاق، لا يوجد لغاية الآن حالات حروق واسعة أو تستدعي رعاية طبية ضمن المشافي. المرضى المراجعين يتم قبولهم 4 أو 5 ساعات ثم التخريج، باستثناء 3 حالات وفيات كانت في محافظة اللاذقية، حاليا متواجدين بالمشفى الوطني باللاذقية. نعم يعني الخدمات التي تقدم مثل ما ذكرت لك، حتى من خلال سيارات الإسعاف يتم تقديم الأكسجين لحالات الاستنشاق. حالات الاستنشاق معظم هذه الحالات من مكان بموقع الحدث يتم تدبيره. نعم دكتور توفيق، يعني مثل ما ذكرت آخر الإحصائيات حتى الآن هي فقط 3 حالات وفاة والباقي هي حالات اختناق بسيطة ما في حروق. اللي تم توثيقه بمراجعة المشافي بالمحافظات طرطوس واللاذقية هي 85 حالة، إضافة للحالات اللي تم تقديم الخدمات لها بموقع الحادثه، يعني مثل ضماد بسيط، تحجيه بسيطه، استنشاق، اعطيناه شويه اكسجين ودغري مباشره راجع، يعني ما احتاج مرحله انتقال للمشفى. نعم، اذا بدنا نحكي بشكل مفصل ايضا عن وضع المشافي اللي اخليت من المصابين بفيروس كورونا، خبرنا اكثر كيف تم حقيقه من قبل الاحتياط لما صارت النيران. نعم. بمحيط مشفى الحفه اخلينا تقريبا 50% من المرضى لمراكز العزل باللاذقيه، سواء بالمشفى الوطني او بمشفى تشرين الجامعي، اللي حالته كانت يعني ممكن تتاثر. اخلينا مشفى القرداحه كان فيها 27 حاله استنشاق، اضافه ل 15 مريض عادي تم اخلاها لما وصلت النيران لمحيط المشفى، حتى تاثرت خدمات البنيه التحتيه مثل المياه بالمشفى نتيجه تاثر خط المياه بعمليات التجريف والسواتر الترابيه اللي كانت عم تنحط حتى تمنع انتشار النيران. فهون اضطرينا لاخلاء كامل المشفى، ولكن الكوادر بقيت موجوده. نعم. يعني ما تم اخلاء من الكوادر الطبيه واللي حاليا هي موجوده وعم تقدم الخدمات، ولكن ليست ضمن المشفى. نعم. يعني تقدم الخدمات مباشره بيتم تخريج المريضات. نعم. نعم دكتور توفيق، يعني حضرتك موجودين هلا مع الفرق بمحافظه اللاذقيه، بما يخص محافظه طرطوس ومحافظه حمص، هل قمتوا بجوله عليها ام هل من المخطط القيام بجوله؟ طبعا هو مخطط، هو يعني تواصل مستمر. الاشخاص المعنيين هم الميدانيين الموجودين على ارض الواقع، سواء ببانياس او بالقدموس او حتى بالشيخ بدر، الحدود الاداريه ما بين حما وطرطوس ايضا هناك تواجد. يعني منظومه اسعاف طرطوس حاليا منتشره ب 35 سياره اسعاف بكل الاماكن اللي فيها مخاطر اندلاع الحرائق. محافظه اللاذقيه 42 سياره كمان منتشرين بكافه المناطق اللي فيها حرائق. الكوادر بالمشافي مستنفره وعلى انبه الاستعداد، بالعكس يعني احنا حتى صار في عندنا نوع من اكتظاظ الكوادر بالمشافي، لانه مثل ما ذكرت انتشار الحرائق الواسع ما ترافق مع اصابات، هي ضرر بيئي واقتصادي وليس ضرر على الكادر البشري. نعم
بالرغم من هيك دكتور، حالات وفاة ثلاثة، يمكن العدد ما نو هائل، لكن ضمن هي الحالات خلينا نعرف أكثر عن سبب الوفاة بشكل دقيق. خلينا نعرف شو سبب الوفاة وما مدى خطورة باقي الحالات اللي استقبلتوها. هذه الحالات الثلاثة حالات خاصة جدا، الاستنشاق كان كثير كبير، تحاصروا بمنطقة ما قدروا يطلعوا منها، إضافة لوجود أمراض أخرى مرافقة هي اللي ساهمت بسوء الحالة. نعم. بأحد الحالات يعني كمان نحكي ناحية ثانية، في تأثيرات نفسية، يعني واحد عم بيشوف ثروته عم بتروح، ماله، شجر تعب عليه متوارث من أجيال، مو سهل إنه يترك ويمشي. فهو كانوا عم بيحاولوا إنه بدهم يطفوا الحرائق بوسائل بسيطة، كان في إمكانية إنه يخلوا، لكن بقائهم في المكان هو يمكن سبب هذا الشيء. هي حالات محدودة جدا قلت لك، يعني هون بالحالة هي حتى نحن في بعض المناطق سياراتنا تحافرت بالنيران اللي كانت من بلعاء، وتدخل سيارات نطال حتى قدرنا نخلص السيارات هاي. إضافة لصعوبة الوصول لكثير من الأماكن الوعرة، مناطق جبلية، طرقات ضيقة، العوامل الجغرافية أيضا لعبت دور.